هذا هو جامع ييني جامي في أمينونو. هذه هي محطة الباصات في أمينونو. وهذا هو برج غلطة. مثل ما تشوفون هذا باركينج مال السيارات. وهنا إسطنبول كارت باشفورو مركزي في أمينونو. ركوب باص رقم 99A باتجاه غازي عثمان باشا من رصيف رقم 9 والنزول في محطة أيوب سلطان. وصلنا الآن إلى محطة أيوب سلطان زال باشا، والآن راح نتجه إلى جامع سلطان أيوب. راح نمشي بهذا الاتجاه مثل ما تشوفون. هنا ايضا عندنا على اليسار ايضا هناك جامع. احنا كنا هناك ذاك الموقف، والان راح نتجه لجامع سلطان ايوب. مثل ما تشوفون هاي المنارات هي منارات جامع سلطان ايوب. استوقفتني هذه السيارة مثل ما تشوفون امامكم. هذه السيارة مكتوب انه هذه السيارة تم دهسها بالدبابة اثناء المحاولة الانقلابية بعام 2016 في 15 تموز عام 2016. هذه السيارة تم دهسها من قبل دبابات اللي كان فيها الانقلابيين. حتى ما كاتبين هنا فوق انوت مادك انوت روما يجاز، يعني ما راح ننسى وما راح تنسونا. مثل ما تشوفون هذه هي سيارة تم دهسها من قبل الانقلابيين. راح نتجه الان الى جامع سلطان ايوب. حتى كاتبين هنا بالانجليزي وبالعربي وبالتركي. مثل ما تشوفون هواي ناس تجي تزور هذا المكان. ايضا مكان جميل، اكو اسواق على اليمين على اليسار، هناك مطاعم وكافتريات. مثل ما تشوفون هواي اكو محلات تبيع مختلف اشياء شغلات. هذا هو جامع سلطان أيوب. طبعا هنا أيضا يوجد الكثير من المحلات. يعني ربطات، هاي شغلات سبحة، اكسسوارات. ساعات، كتب.
sağ ol, kaldım. طبعا جامع سلطان ايوب من الجوامع ايضا المهمة، تقام فيه العديد من الفعاليات خصوصا مثلا برمضان، تقام فيه فطور جماعي، تقام فيه بعض البرامج البث المباشر على قناة تي ار تي التركية، يعني يعتبر من الجوامع المهمة في مدينة اسطنبول. طبعا الصحابي ابو ايوب الانصاري اسمه بالاصل خالد بن زيد، هو طبعا من اهل المدينة ويعتبر من المسلمين الاوائل واحد الصحابة الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته لمدة 7 اشهر عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، ويعد ابو ايوب الانصاري احد كتاب الوحي، وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في العديد من الغزوات، شارك في غزوة بدر وأحد والخندق وخيبر والطائف، وفيما بعد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم شارك في فتوحات بلاد الشام سوريا وفلسطين والأردن، وأيضا شارك أيضا في فتوحات مصر وقبرص. وأيضا شارك في المحاولات الأولى لفتح القسطنطينية في سنة 669 ميلادية. طبعا لما كان عمره 80 سنة شارك بهذه في فتح القسطنطينية، وكانت هي من أولى المحاولات فتح القسطنطينية، لكن للأسف يعني لم تفتح القسطنطينية في ذلك الوقت، وتوفي على مشارف القسطنطينية اللي هي اسطنبول بالوقت الحالي. طبعا طلب من الناس ان يدفن في اقرب نقطة للقسطنطينية، وفيما بعد بعد فتح القسطنطينية في عام 1453 بقيادة السلطان محمد الفاتح، امر الناس والجيش بالبحث عن مكان دفن الصحابي ابي ايوب الانصاري، وبالفعل استطاعوا ان يعثروا على المكان الذي تم دفن الصحابي فيه، وبعد ذلك أقاموا عليه الضريح. الآن راح ندخل إلى الجامع. طبعا من هنا الدخول الى مرقد الصحابي الجليل ابو ايوب الانصاري.
الناس كلها توقف وتقرأ سورة الفاتحة ترحما على الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري. هذا قبر أمير أحمد باشا، طبعا هذا عاش بزمن السلطان محمد الفاتح وأيضا السلطان بايزيد الثاني. هنا في هذه البناية يقع ضريح أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وهنا المدخل إلى جامع أبو أيوب الأنصاري. Thank you.